رجال الإطفاء والمواطنون في المغرب يكافحون حرائق الغابات. سلم يا رب سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انضم مواطنون مغاربة إلى رجال الإطفاء والطائرات المشاركة في إطفاء حرائق الغابات الجارية في ولاية العرائش بشمال المملكة المغربية. تاحت حرائق الغابات التي سبب التي واجتاحت حرائق الغابات التي كانت بسبب الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. ولايات العرائش والوزان، العرائش وتطوان وتازة شمال المغرب. سلم يا ربي سلم، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.